جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول بعد السلام، يقول: لا يخفى على شريف علمكم هذه الفتن التي تعصف بالأمة، وما دخل خصوصا على بلادنا هذه بلاد التوحيد والسنة، فقد كثر الذين يدعون أنهم على منهج أهل السنة وهم يلبسون على الناس، فكيف نعرف دعاة الحق من دعاة الباطل؟ جزاكم الله خيرا. العمدة ليست على الدعوة والانتساب، العمدة على الحقيقة. فإذا كان هذا الذي يقول إنه على مذهب أهل السنة والجماعة، إذا كان يصدق هذا باتباعه للحق والعمل بالدليل من الكتاب والسنة، ويعتقد معتقد أهل السنة والجماعة ويصرح بهذا، فهذا لا شك أنه صادق. أما إذا كان يقول هذا القول ولكنه في عمله يخالف، يدعو من دون الله، ينفي الأسماء والصفات، يدعو إلى البدع، فهذا وإن قال إنه من أهل السنة والجماعة فقوله يكذبه عمله ولا يصدق في هذا. نعم.